كمان من الطقوس الرمضانية اللي بتتميز بيها مصر هي الخيام الرمضانية. الخيام الرمضانية موجودة من أيام العصر الفاطمي، وكانت عبارة عن حلقات ذكر وتواشيح دينية ومكان بيتجمع فيها المصريين في ليالي رمضان. تطور شكل الخيمة الرمضانية مع مرور الوقت وبقى في إطار روحاني يتماشى مع الشهر الكريم. تشتهر مصر بالكثير من الطقوس الفريدة والمميزة لشهر رمضان، والتي دائماً ما تعطي للمحروسة طابعاً خاصاً بها خلال الشهر الكريم، ومنها الخيم الرمضانية. عرفت الخيم الرمضانية في القاهرة في العصر الفاطمي، وكان يطلق عليها اسم بيت الشعر، وكانت تضم مسابقات وحلقات ذكر وتواشيح دينية، بالإضافة إلى تقديم الأكلات الشعبية المصرية المرتبطة بذلك الشهر. ويعتقد أن أصل الخيام الرمضانية يعود إلى السرادق، وهي خيام نصبت في القاهرة للناس لتقديم التعازي، ومع مرور الوقت بدأ التجار في استخدام السرادق لأسباب أخرى. ثم ظهر نوع من الخيام الرمضانية الترفيهية التي تقدم الفلكلور المصري، فكنا نستمع فيها لكبار المطربين مثل محمد عبد المطلب أو شفيق جلال أو عمر الجيزاوي وغيرهم، وذلك في إطار روحاني محبب للمصريين ويتماشى مع حرمة الشهر الكريم. طبعاً زي ما كنا بنتكلم كمان قبل التقرير، إنه أجواء رمضان في مصر مختلفة، ومسألة الاحتفالات وسهر الناس في الشارع وهم طبعاً مستنيين السحور. يعني الناس تقريباً إجمالاً بتخرج من بعد الفطار تصلي التراويح، وبعد كده ينزلوا ويتقابلوا ويقعدوا مع بعض لحد السحور ويروحوا بقى بعد صلاة الفجر. فبصراحة يعني أجواء مختلفة عندنا. لا، أجواء رمضان طبعا تختلف كمان عن أي وقت في السنة، ورمضان في مصر فعلا حاجة تانية. الناس كلها دايما تلاقيها موجودة في الشوارع، الأطفال الصغيرة بتلعب على طول في الشارع، دايما تحس الشارع كده ونس وزحمة، والفوانيس حتى بنشوف على طول الفوانيس في كل البيوت في كل البلكونات. الحقيقة جو رمضان يعني على قد ما بيوحشنا من السنة للسنة، بس فعلا بنستمتع صحيح. كل يوم فعلا بكل تأكيد.